السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء ومتابعين قناة أربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجع الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنشرح إيردروب جديد خاص بعملة بلوك إكسبلورر. الإيردروب ده في المرحلة الثانية. الإيردروب هيدينا 250,000 من العملة، وكل إحالة بيديك 50,000. الموقع أو صاحب العملة متوقع لها إن هو على شهر 8/2019. بيقول لك ان الواحد ايثيريوم هيساوي 250,000 من العمله، يعني 250,000 اللي احنا هناخدهم هيساوي ساعتها ايه، واحد ايثيريوم. العمله ليها عقد ذكي، ممكن نرجع له هنا، وكان في المرحله الاولى من الاير دروب. دي التحويلات بتاعته. السبونسر بتاع العمله منصه نيكوس، وهي منصه قويه، فنتوكل على الله ونشترك في الاير دروب. طريقه التسجيل سهله، الاير دروب كله شغال على نظام التليجرام، كلها اشتراكات في التليجرام. اول حاجه، اول مهمه، بتحط الميل بتاعك، وبعد كده بيطلب منك انت تشارك في جروب تليجرام ده، وتقول له هنا يس، وبعد كده طالب منك تشارك في الاثنين جروب تليجرام، الاول والتاني، وتقول له برضو يس. بعد كده بيقول لك حط اليوزر بتاعك بتاع التليجرام اللي اتسجلت بيه، وبعد كده بيقول لك حط يوزر صاحب الاحاله. انا هسيب لكم اليوزر بتاعي تحت الفورم في الشرح بتاع الفيديو. بتيجي هنا تحط رقم المحفظه بتاعتك بتاعت الايثيريوم والت، وبتيجي هنا بيقول لك انت هتشتري في العملة او انه تستثمر فيها. ممكن تقول له نو، ممكن تقول له ميبي. انا اخترت ميبي. اتمنى يا رب الشرح يكون عجبك، ولو عجبك دوس لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.